زي ما يكون هي زفة عريس للسماء، مش خاطر فقدت واحد، لا ده انا بعقدته للسماء. أعظم اختبار الرب بيحطنا فيه بيكون محك عملي لاختبار إيماننا ويشوفنا هيطلع بإيه. الرب باركني بثلاث ولاد، الرب باركني كمان إن هم تعرفوا على الرب كلهم مؤمنين ومختبرين. فادي كان من المعروفين جدا في كنائس كثيرة جدا، كان اجتماعي قوي الفترة حتى وهو كان في الجيش، الأجازة بتاعته كان بيخصصها للخدمة كلها. الفترة اللي هي السفر فيها اللي بينزل فيها كان الرب بيجهزه. يوم 17/8/2018 اتصل بي ضابط كبير في الجيش وقال لي انت عارف فادي ابنك بيخدم فين؟ قلت له انا عارف ان هو فايد ومكان هادي وكويس. قال لي لا، ابنك في شمال سيناء، ابنك اتصاب بطلقه، طلقه رصاص، وهو دلوقتي في مستشفى المعادي العسكري. احيانا لما رحت المستشفى لقيته في العنايه المركزه، لقيت فادي في العنايه المركزه ملفوف راسه كلها بشاش، تقريبا كده شبه ما بيتحركش، في غيبوبه تامه. الدكتور بتاع العنايه المركزه قال لي احنا عايزين ندعي له ان هو يعدي 24 ساعه عليه. بس الدكتور قال لي كده وهو كانوا عارفين ان هو تقريبا انتهى يعني. فادي نشكر ربنا راح السماء، وانا عارف ان الرب صالح وعارف ان الرب محب جدا. يمكن احنا مش بناخد بركات ارضيه زي العهد القديم، لكن لنا بركات سماويه. افس واحد يقول لنا الكتاب مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات. فاحنا عندنا بركات روحيه كتير جدا. حابب اقول حاجه، الشيطان بيشتغل قوي قوي في التوقيتات اللي فيها التجربه الصعبه دي. اول سؤال او اول تجربه يدخله لنا ويدينا سؤال، فين محبه الله؟ وإذا كان بيحبك حصل لك كده ليه؟ فين قدرة الله؟ وإذا كان هو قدير وهو يقدر ليه ما عملش؟ يعني الشيطان كان بيقول لي أنتوا مكتوب ملاك الرب حال حول خائفيه ونجيهم، هو فين؟ ما هو ما نجهوش. عايز أقول لكل حد، اوعى اوعى تذمر، اوعى من أنك أنت تشك في محبة الله وقدرة الله ورعاية الله. لا، هو الله صالح، شايف التوقيت المناسب للتجربة بتاعتك. حد جاله مرض، حد جاله مشاكل نفسية أو ديون أو تراكمت عليه أو دخل في حالة فقر واحتياج وعوز، لكن الرب بيقدر يسد كل احتياج وعوز. وإحنا كتاب مليان بقصص زي كده. أنا عندي المدام الرب مديها إيمان غير عادي، عندها قوة إيمان إن هي واثقة إن الرب فادي في مكان أحسن. ده بالعكس، ده الرب رقاه. هي حاسة إن يعني لا، ده إحنا دم السماء دي وطننا الأصلي، إحنا مش من الأرض. شادي أخوه مر بأزمة نفسية شوية وكان الحقيقة مش بيحاول إنه يتواصل كتير مع الناس برة، لكن نشكر ربنا تخطاها. حزنين عليه داخليا، لكن إحنا دخلنا في دائرة الحزن، لكن الحزن ما امتلكناش. احنا عايشين على ذكرى ان هو كان موجود معانا، لكن فرحانين ان هو مع الرب يسوع. مش فاقدين الشعور ومش فاقدين الاحساس بعدم وجوده، لا احنا حاسين بعدم وجوده قوي. فادي راح وهو شاب وهيفضل شاب، مش هيعجز زينا. يعني احنا هنروح للرب واحنا خلاص الجسد منهك، لا هو راح له وهو في عز قوته. انا خدت خدمه ليله الجنازه بالليل، والرب شجعني وقواني ان انا اخد خدمه. دي مش لقوه، يعني مش قوتي انا، لا خالص، ده الرب هو اللي كان مشجعني وساندني قوي. اخدت خدمه للشباب ان يحاول ان انت تقرب من الرب، قدم توبه حقيقيه. فانا كنت منهار اليوم ده، لكن سمعت ترنيمه، كانت اول ترنيمه الرب حطها، تقوله بالروح القدس على فكره، الرب حطها في اول الجنازه، سلمت نفسي في يديك وانني صابر وراضي، راض بما ترضاه ربي. فكان كل حد يجي يعزيني اقول الرب صالح.
يقول لي البيع في حياتك، اقول له الرب صالح، شد حيلك الرب صالح. اعتقد ان اي حد يقول لك ده ابنه لسه قدامه الجنازه راح دفنه وجه وبتقول على ربنا صالح، هو صالح فعلا، يعني صالح في كل الازمات، صالح في كل الاوقات الحلوه والاوقات الصعبه، هو صالح. Thank you.